بالحلقة الماضية لما فتنا على مطعم ماكدونالدز قدرنا نفوت بدون ما ينتبه علينا المهرج القاتل وسرقنا الوصفة السرية وكنا على وشك انه نوصل للنهاية ونفتح الباب، بس بالاخير مسكني المهرج ودعس ببطني وما خلاني اقدر افوت. فاليوم هو يوم الانتقام واليوم رح اقتل المهرج. كثير ناس عطونا حلول للعبة بالتعليقات وفي ناس قالوا انه في 3 نهايات للعبة وانا مثل التيس ما عرفت اختم ولا نهاية. اوكي حلو، فعن شكرا لكل حدا علق وشكرا لكل حدا نصحني ودعمني على الفيديو الماضي. رح افوت ونجرب حل ونشوف شو بيصير معنا. المهرج رونالد الكلب وين؟ رونالد الكلب جوا. اوكي مفوت جوا، بسم الله. تعال يا كلب، فكرني خايف منك المرة الماضية كنت خايف منك، هلا جاي انتقم. اوكي اول شيء حاخده معي هي هي التولي بطاطا بدي احطها، انا اخذتها المرة الماضية. اوكي توقع هون لا. اوكي هون دايم حلو حلو. اوكي نايس. نجيب الخسة اللي كنا عم نستعملها نحطها هون، بنجيب البصلة ونحطها هون، وبنجيب اللحمة ونحطها هون. اوكي اوكي صاروا تمام حلو حلو. هلا يا الغباء، لا يا جماعة ما شفت العصاية. يا الله الغباء يا جماعة، سيد جيب العصاية معي. اوكي اوكي مو مشكلة، رح نطلع رح نطلع. رونالد رونالد وينك؟ رونالدو وين الكلب؟ استناه يطلع، استناه يطلع. حلو طلع يا كلب. اليكو 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 ماشي امشي امشي. ايوه ايوه وقف دير وشك. اوكي تمام يلا فوت فوت لهون. اوكي نايس نايس. سكري الباب يرحم اهلك يا شيخ. اوكي هون اجاني اكثر من حل، قال كان في مفتاح برا فيني افتح فيها القفل. اوكي بس انا طبعا قلت لكم اني احول وما انتبهت. ناخذ العصاية نطلع بسم الله، نتخبى هون. شافني؟ لا لا تقلي شافني، يرحم اهلك والله. اشفه اشفه اقسم بالله يا جماعه، يعني هلا بعد ما وصلت لقمه التم يطلع شايفني. وين البندوره اللي قلت لي عليها؟ قلت له ما في بندوره. وين البندوره؟ ما في بندوره. اوكي لا 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 لا، لا. شفت لي شفت لي. اوكي شت. اوكي نشيل هي نشيل هي ونشيل هي. اوكي فتح الباب حلو. تعال سر بالبطاطا، اقسم بالله انه كفو اللي قال لي البطاطا. يا عمو ليش شلون فات هاد؟ والله بتذكر ما كان بيقدر يفوت، شلون هيك؟ اقسم بالله انه رعبني ابن اللذينة. اوكي اوكي هلا هو طبعا حيطلع لي، لو بالمرحلة الثانية بصير بيطلع مثل الكلب سلاي صح؟ اسمع شلون فات هاد؟ شلون هيك فات علي؟ ما كان يفوت، الكلب متطور عم يتعلم طرق جديدة. اوكي باخ نفوت لجوا نفوت لجوا. اوكي هون عصاتي بعد ما رعصب بطني. اوكي حلو فوت من الباب. شو حيصير؟ اوه شو هاد؟ لكم مهرج برا. اوكي رح نهرب رح نهرب صح؟ والله رعصت ببطنه، والله جلدته جلد. كفو كفو دعسناه يا جماعة، رعصنا المهرج، علمت عليه يا جماعة. خلاص مين مين بطل مين بطل مين معلمكم؟ اوكي يا جماعة طبعا بعد ما عملنا النهاية الأولى ضل عنا هلا النهاية الثانية اللي بدنا نعملها. اوكي النهاية الثانية في ناس قالوا لي إن أول ما تبلش عند السيارة بكون في مفتاح هيك، في بتذكر فيها تعليق هيك إجاني، فشكرا لك على التعليق الحلو. بس وين المفتاح؟ بتعرف ما بيطلع في مفتاح رح أعمل لك بلوك من القناة، بتعرف هالشيء ولا بتعرف؟ ما في مفتاح رح اعمل لك بلوك. لا بمزح بمزح ما بعمل لك بلوك، انت يعني بتضل اسطوره. او معقول بكون حوالين سياره هيك شيء هون هون؟ خلينا ندور خلينا ندور يا جماعه. قال لي انه في مفتاح، قال لي انه في مفتاح بده يكون ورا السياره. اوكي ما في شيء هون. اوكي في تعليق ثاني بذكر كمان قال لي انه ورا المطعم هيك، اجتني كثير تعليقات جماعه في كثير حلول. اسمع صوت الباب انفتح. اوكي هو شو اسمع في صوت زباله هون، خلينا نشوف في شيء. اوكي ما في شيء، تحريات كلب بلاها في والله تحريات كلب. اوكي في في طريق من هنيك، في 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 عبده. اوكي شوفي هون، السلام عليكم. في شيء؟ انا خايف يطلع لي جني هون يا جماعه، موضوع كثير بخوف. الله ماكدونالدز افضل مطعم بالتاريخ، تاج راس الجميع ماكدونالدز عمي وعمك. اوكي هون في براد بيبسي. اوكي اوه شو جماعه مفتاح اخضر. اوكي اوكي ثواني ثواني خلينا ندور شوف في شغلات. بتعرفوا طلع في شغلات هون؟ ما فيني فوت جوا ليش؟ ما ما خايف فوت جوا. اوكي اوكي في مفتاح. اوكي يا جماعه في مفتاح في مفتاح حلو. اوه هي اصحابي هون يا جماعه. رح استناه بس ليطلع هيك يغير طريقه ونطحش نحن لجوا. يلا نايس. اوه اوكي فات فات، ما لحقت اشرب مي ما لحقت اشرب مي ما لحقت اشرب مي. اوكي فوت بسم الله يا رب. يا كلب اوه لا لا ثواني، هو بهريك غرفه. اوكي انا من هريك غرفه لازم اطلع يا رونالد يا كلب يا حيوان. قوم 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 يا حبيبي سكر هيك بسم الله. اوكي هون اوكي فكيته. علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك. لا لا شو هالاكل هو؟ وقت فتحت الباب بيجي لعندي الكلب. تعال يا حيوان واجهني 1 في 1. اوكي لا مو 1 في 1 عم مزح. يا بطيء يا السلحفه يا ابن الضفدعة، والله لفوت جلدك يا شيخ بعدك بيرجع قتلني. اوكي ثواني ثواني هدي هدي لازم لازم نعمل شيء تكتيكي. اوكي فوت لهون خبى. ليش هو رجع سكر يا جماعه؟ ليش رجع سكر؟ اوكي للنهايه خلصت. حشرني بالزاويه حشرني بالزاويه يا جماعه حشرني بالزاويه، هي الحركات ما بحبها انا انه حدا يحطني بالزاويه. هالمره ما راح اعمل مثل قبل شوي اني نروح على الغرفه، لو كان كان بالي خطه ثانيه. هلا لا اذا طلع بوشي راح فوت على الحمام دغري وشوف شو في كان شو في كان شو كان فيه. اوكي اوكي هلا هو هون ابن اللذينه حنستناه.
شافني ذات اللي شافني والله شعره يا جماعه. السلام عليكم. اوكي فوت لهون. هي المفتاح. اوكي الباب مفتوح حلو. شوفي شو هون. اوح اوف اوف اجلد والله قطعنا تقطيع. اوكي يا جماعه هيك نحن عملنا نهايتين من اصل ثلاثه، باقي النهايه الثالثه اللي هي ما بعرف شو بدي اعمل صراحه. ضروري كثير يا جماعه انه نكمل كل النهايات. نحن هلا عملنا نهايتين مفتاح وتبع الباب، شو النهاية الثالثة؟ طيب ما عرف تعليقات اللي قالت لي انه في بندورة، وين البندورة يا جماعة؟ ما لقيت بندورة. هي المهرج فات لهون. اوكي نايس. السلام عليكم. نفوت على الحمام ناخذ العصاية، بدي اجرب حل البندورة اللي قلتوا لي عليه لأنه ما عم لاقي البندورة. اوكي هون الشخة كمان، كل ما بدي فوت لهون بدي أسكركم، أنا آسف. هون هيك جربناه. هذا هذا بفتح. اوكي مكتوب ألت. ثواني ثواني يا جماعة، زت زت شلون زت هي؟ مكتوب ألت زائد إف أور تو أوبن. اوكي اوكي ثواني شوي ثواني. ألت زائد اف اور اف اف اور اف اور. اوكي ها شو صار؟ ليش طلعني من اللعبه؟ شو انا كمان قريت تعليقك كاتب لي انه كبوس الت اند اف اور عند الباب، بس كبسته عم قلعني. ليش يعني صاحب اللعبه عم يقول لي خلاص لازم احل عنا، عملت جزئين من اللعبه حلبت ام اللعبه. طب السلام عليكم. خبى هون. لا ليش هون؟ اوكي خليه خليه يفوت خليه يفوت. خلينا نشوف شو. ليش طلعني هيك؟ رح اجرب اكبسها مره ثانيه. تحكي لعن الباب المستفز هذا، هذا اللي علقت عنده المره الماضيه. سكر. اوكي مبدئيا هون عم يقول لي الت زائد اف 4 تو اوبن. ها لا شو فوته؟ شو فوته؟ فوته شو؟ هاو هاو هي از لوج ان يعني. طلع لي طلع بوشي. اوكي اوكي لازم نراوغه طبعا، حركه ميسي الشهيره. اوكي حنروح عند الباب. اوكي يمكن فتح لحاله مشان هيك صادني صح؟ ما فتح. سكر. ما شايفني صح؟ الت زائد اف 4. اوكي يا جماعه خلصت اللعبه، ما في بندوره، اللي قال لي في بندوره اقسم بالله جعبالي اجلده يا جماعه. والنهايه انه تقتل المهرج بالمسدس كمان، والنهايه انه دعسنا المهرج بالش اسمه. شو عم بحكي انا؟ فاوكي يا جماعه ما لقينا اي بندوره، وبتوقع انه هيك خلصنا الفيديو. يب شكرا لكم على المشاهده الجميله. ويب شغله اخيره قبل لك، لا تواخذوني على منظر بشكل هيك، بس يعني الساعه 5 الفجر وانا فايق وتعبان وهيك. هي في فيديوهات هون وفيديوهات هون اذا بتحب تشوفهم كمان. بس شكو جو حوش. والله من زمان ما قلت لها الجمله اقسم بالله.